السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم معنا فيديو مميز وعمل جديد في بداية الجمال والروعة، ستشاهدونه قبل التركيب وستشاهدونه بعد التركيب. هيا بنا نشاهد هذا العمل. حيا الله جميع طبتم وطابت ايامكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا هو عمل الصاله بعد التركيب. طبعا هذه هي الصاله بعد التركيب، ارضيات اي بوكسي ثلاثيه الابعاد بعد الانتهاء من العمل. اتمنى ان تنال اعجابكم.